اسبوعين تقريبا لاول مره واحده من البطولات العالميه لرياضه صيد الاسماك، ودي اول مره بتنظم مش بس في مصر، خلينا نقول يعني لا هي اول مره تنظم في مصر، ودي اعتقد امر رائع جدا. بس هي مش في مصر بس موجوده، هي موجوده في دول كتيره، لكن احنا سعداء ان هي بتنظم طبعا اول مره في مصر. خلينا نتكلم كمان عن التنظيم، وخلينا نتكلم عن التفاصيل اكتر، وخلينا كمان نتكلم عن دور الاتحاد. كل دي امور وكواليس اعتقد مهمه جدا ان احنا نتناقش فيها. بس خلينا في البدايه نرحب بضيوفنا الاعزاء جدا، الاستاذ ماجد بطرس عضو مجلس اداره الاتحاد المصري. صباح الخير يا فندم طبعا لرياضه صيد الاسماك، والدكتور عمرو ابراهيم علي عضو الفريق المصري الحاصل على المركز الاول في البطوله الدوليه لرياضه صيد السمك. منورنا بجد والله، صباح الهنا عليكم. صباح الخير حضراتكم معانا، وموضوع شيق ومختلف. صحيح. وبطوله بتنظم للمره الاولى في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، فطبعا ده حدث مهم جدا. بالتالي اكيد البطوله دي عشان يعني تطلع بالشكل المحترم اللي ظهرت بيه كان في استعدادات كتير قبلها. عايزين نتعرف مع حضراتكم يعني على كل هذه التفاصيل. بس بدايه، في ناس بتبقى شويه مستغربه فكره ان صيد السمك مصنف كرياضه. بالظبط، كانت هوايه في الاول زمان. بالظبط كده، ما هو كان هوايه. دلوقتي صيد رياضي. رياضي يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل الكاتش اند ريليس، يعني احنا بنحافظ على البيئه والثروه السمكيه. فالفكره في متعه الرياضه نفسها ان انت تتعامل مع السمكه وبعدين بتعمل لها ريليس. بس ما بيحصلش اي اضرار يعني يا دكتور؟ ما فيش اي اضرار للسمكه من الصيد ده ممكن ان هي تحصل لها؟ لا، لانه في طرق ان احنا بنعمل لها ريليس انها تفضل عايشه. في سمك معين بنعمل له تاجينج، يعني عارفه بيبقى فيه زي البالونه اللي بتطلع دي، بنعرف ننزلها انها تطلع تكمل لانه فرق الضغط بتاع الميه. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه، نرجع نتكلم في الاي جي اف اي اللي هي اول مره تقام في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط كله. الاي جي اف اي دي هي انترناشونال جيم فيشنج اسوسيشن، دي المسؤوله عن كل البطولات، انها بتحط القوانين واللوائح بتاعه طرق الصيد الرياضي، مش الهواي. وهي في نفس الوقت بتحتفظ بالريكوردز العالميه كلها، اي سمكه بتتجاب بتتبعت ليهم، بناخد الشهاده بتاعتها كريكورد عالمي كوزن كطول. فهي المسؤوله عن كل الحاجات دي. فكان طبعا من المهام بتاعتنا ان احنا نستضيفهم في اول بطوله عندنا ووافقوا. البطولة أخذت سنة كاملة إن إحنا بنوضب ليها. اللي ساعدنا فيها بصراحة المهندس محمد قداح اللي هو المدير رئيس مجلس الإدارة بتاع اتحاد الصيد، إن هو عضو مجلس الأمراء في الإجفا. فطبعا يسر الأمور. مجلس الأمراء دي أعلى حاجة في الإجفا كمان. مش كأعضاء بس. وفي نفس الوقت عندنا أعضاء كتير في الإجفا، ان هم عملوا ريكوردز سمك ومعروفين على مستوى العالم، ودول ريبريزنتيف للاكفا، ودول برضو ساعدوا ان هو يتعمل البطوله. شركه ريد انجلرز بيمثلها احمد نكيس وهاني صمبا، هاني صادق مع الاتحاد. فقدرنا ان احنا الحمد لله نعمل البطوله الحلوه دي، سواء في التنظيم الافتتاح او في حفل الختام. جميل. طب اكيد في قوانين، خلينا نعرف منك دكتور عمرو برضو قوانين اصلا البطوله والاستعدادات ليها. كمان البطوله دي اول بطوله تتعمل في مصر والشرق الاوسط وافريقيا تحت رعايه، لكن هي في مناطق اخرى، خلينا نقول ودول اخرى تعمل في دول كتير. البطوله دي شارك فيها معانا خمس دول من بره مصر، ست دول باسكتلندا كمان من بره مصر شاركوا معانا في البطوله دي. الاكفا بتحط رولز معينه لطريقه الصيد ونوعية الخيوط المسموح بان احنا نستخدمها في صيد السمك، ونوعية الاسماك المسموح انك تعملها كاتش. هو معلش، هو طرق الصيد بتكون يعني بشبكات ولا بسناره؟ لا لا لا، ولا كله انجلنج بسناره بس. فعلا السناره زي ما كان استاذ ماجد بيتكلم، لا ما بتاذيش السمك. لا لا خالص، السمك بيقدر يعمل. طب نسبه الهدر مثلا او كده بيكون في برسنتج برضو يعني هدر الايه بالظبط للسمك مثلا اللي بيتم اصطياده؟ احنا بنتكلم اللي هو كاتش اند ريليس، بس اكيد في بعض الارقام او الاعداد بتبقى. لا 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 اطلاقا بجد. يعني حتى في نوايات سمك زي السيلفش اللي هي سمكه ابو شراع، الريليز بتاعها ما تطلعش على المركب، لان السمكه دي لما بتطلع على المركب بتتاذي. فمجرد ما بتوصل لحد وش الميه بنقص الليدر
والسمك اصلا اي جرح نتيجه الهوك او اي حاجه بيحصل له هيلنج بسهوله جدا. يعني بيتقاس بقى يعني طولها في انواع من السمك اللي هو الريليز بيتقاس الطول بتاعه. الاكفا او الاتحاد المصري سواء البطوله دي تبع الاكفا او الاتحاد المصري بيدونا ميجر بنستخدمه نقيس بيه طول السمكه وبنصورها، وبناء على طول السمكه بتحسب النقط بتاعتها. يعني بتكلم على النوع